جدد معالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة تضامن مملكة البحرين ووقوفها صفا واحدا إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة جميع أشكال الإرهاب وضد كل من يحاول أن يمس أمنها ويستهدف المقدسات الدينية فيها، مؤكدا أن المساس بأمن المملكة العربية السعودية هو مساس بأمن العالم الإسلامي أجمع. جاء ذلك لدى مشاركة معالي وزير الخارجية في الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن إطلاق الميليشيات الانقلابية في الجمهورية اليمنية صاروخا باليستيا باتجاه مكة المكرمة، والذي عقد الخميس بمدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، الإخوة وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في البداية أن أعرب عن سعادتي بالتواجد في مكة المكرمة، أشرف بقعة على وجه الأرض وأحب الأماكن إلى الله عز وجل وأعظمها فضلا وشرفا، والمشاركة في هذا الاجتماع المهم الذي يعكس استشعارا عميقا بجسامة الحدث الذي نحن بصدد بحثه وعقدنا اجتماعنا من أجله، ويجسد موقفا إسلاميا موحدا وواجبا علينا كدول وشعوب إسلامية أن نردع كل من ينتهك حرمة الأراضي المقدسة، حيث أننا أمام تطور خطير وسابقة غير مقبولة من ميليشيات إجرامية لم تراعي حرمة لأقدس مكان للمسلمين، ولم تقم وزنا لمشاعر أكثر من مليار ونصف مليار مسلم، فلا يمكن أن نثق فيها أو نأمن مكرها ومكر من وراءها ذاك الذي يوفر لها المال والسلاح لإراقة دماء المسلمين. فمن لم يراعي حرمة مكة المكرمة فإنه لن يراعي حرمة لأي دولة، وأن قيامها بهذا العمل الإرهابي الآثم بالصواريخ الباليستية هو دليل بارز على إمعان هذه الميليشيات في تجاوزاتها ورفضها المستمر للانصياع لإرادة المجتمع الدولي وقراراته، وسعيها الدائم لإفشال المساعي الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. لقد فجعنا جميعا من هذا الاعتداء الإرهابي وهذا الاستهداف المشين لبيت الله الحرام الذي انتهك كل المبادئ الدينية والإنسانية والأخلاقية، إلا أن الله تعالى قد هيأ قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الباسلة فدمرته قبل أن يصيب هدفه ويحقق أغراضه الخبيثة. إن كل مسلم يشعر بعظيم الفخر والاعتزاز بما تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله من دور عظيم في حماية الأراضي المقدسة بجنود أشداء في خدمة الدين والوطن، وما تقوم به من عمل جليل في خدمة الأعداد الكبيرة من ضيوف الرحمن الحجاج والمعتمرين والزوار، وتوفير الأمن والرعاية والسكينة والطمأنينة، وهي الجهود التي لا يمكن لأحد إنكارها أو الإساءة إليها أو التشكيك فيها. وأنني هنا أجدد تضامن مملكة البحرين ووقوفها صفا واحدا إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة جميع أشكال الإرهاب وضد كل من يحاول أن يمس أمنها أو يستهدف المقدسات الدينية فيها، وتأييدنا لها في كل الخطوات والإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكدا أن المساس بأمن المملكة العربية السعودية هو مساس بأمن العالم الإسلامي أجمع. لقد بات واضحا للجميع أن الميليشيات الانقلابية في اليمن أضحت أداة معادية للعرب والمسلمين ومهددة لأمنهم واستقرارهم ووسيلة لزرع الفتنة الطائفية ونشر الإرهاب. ومن هنا فإن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن سيواصل دوره وبكل قوة لتمكين الحكومة اليمنية الشرعية
من القيام بكافة مهامها لبسط الأمن وإعادة السلم للجمهورية اليمنية، وللتوصل إلى حل سلمي يرتكز إلى المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 لعام 2015، مؤكدين في الوقت ذاته بأننا لسنا ضد أي طرف يمني يعمل من أجل وطنه، وسنظل نقف وبكل قوة مع الشعب اليمني الشقيق بجميع مكوناته الوطنية لصد كل من يريد الإضرار به أو يسعى إلى إطالة أمد معاناة أبنائه. وأننا نتطلع إلى أن يخرج هذا الاجتماع بقرارات حاسمة ورادعة لكل من تسول له نفسه المس بالمقدسات الدينية أو القيام بأعمال إرهابية أو التحريض عليها ودعمها،